السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لاشيمي أون سوليسيون من سوماغي أكتيفيتي شيميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. ألوغ في هاد الحصة غادي نشوفوا كيفاش كنكالكليو بي أش دو أن أسيد فيبل. دونك غتكون حصة كور طوي شوية، ولكن غادي نشرحوا جميع المراحل ديالو باش أنك ما تلقاش إشكالية في هاد لو بوان ديال لو أسيد فيبل و باس فيبل. دونك الحصة فاتت شفنا كيفاش كنحسبو بي اش بالنسبة لأسيد فور و باس فور، سي بيان. وقلنا أول حاجة خاصني نعرف أنا اش النوعية ديال المحلول ديالنا اللي عندنا لا ميليو ديالنا. واش داك العنصر اللي عندنا واش عبارة على أسيد، واش عبارة على باس، واش عبارة على فور ولا فيبل، اكسيتيرا. عاد كنعرف أنا اش من تكنيك كنخدم مزيان. أول حاجة أنا في هاد المعطى خاصني نعرف سيكوا سا أن أسيد فيبل. ندير واحد بيتي رابيل، واخا هادشي شفنا ديجا شفنا، نعاودو نديرو له واحد رابيل بسيط. الوغ حيت كنهضرو على اسيد وباز، راه باينين الفرق ما بين اسيد وباز، اما باستخدام ارهينيوس برونشيد لويس اكسيتيرا، راه شرحنا هادشي في الحصص اللي فاتت. الوغ كيفاش انا نفرق ما بين اسيد فيبل و اسيد فور؟ على حسب المعطيات. يقدر ان البروف يعطيك بي كا مزيان، حنا غادي نهضروا غير على الاسيد صافي بوحدو باش ما نطولوش. الاسيد من زيرو حتى لهنايا كيكون فور قوي، يعني الاسيد ديالنا لو اسيد ديالنا اي فور مزيان. من صفر حتى نقولوا حتى سبعة وي كنقولوا عليه انه فيبل، شي غادي جا شفناه. الا كانت بي كا ان من صفر حتى ل 14 كنقولوا عليه تخي تخي فيبل، تخي فيبل مزيان. ومن 14 انا كنقول عليه نول، راه ما كاينش عندنا صافي مزيان. دابور الى عطانا بي كا ا اوتوماتيكمون انا غادي نعرف واش هذا فور ولا فيبل صافي، سي تري بيان. واش الاسيد ديالنا فور ولا فيبل؟ يقدر انه يعطيك باستخدام الفا. الفا وهي لا كونفيسيون دو سوسياسيون اللي شفناها دو سوس وي دو سوسياسيون اللي شفناها في الرابيل. دونك هاد الفا هادي الا كانت اصغر من واحد كنعرفو انه فيبل، يكون عندنا اسيد ولا باس. الفا اقل من واحد راها فيبل، يعني ان هادي راها فيبل. فوقاش كتكون فور قوي؟ الا كانت الفا اكزاكتومون كتساوي لنا ان، إذا كانت كتساوي أن كنقول عليه أنه فور مزيان. يقدر يعطيك معطى، يعطيك جملة يقولك أن لا رياكسيون، دونك يقدر يقولك أن لو رياكسيون اللي وقع أنه رياكسيون دو سو دو سوسيي، أن هاد لا رياكسيون دي سوسيي أنه كومبليتومون. يقدر يقول عليه أنه كومبليتومون اوتوماتيكمون، حيت يقول كومبليتمون. اش كيعني هذا؟ كيعني انه فور، انه اسيد فور ولا باس فور على حسب شنو عندك. سي بيان، يعني انه فور او توتالمون. يقدر يقول توتالمون، حتى الجمله داخله توتالمون اوتوماتيكمون كتعرف انه فور. فوقاش يكون فيبل؟ الا قالك لو رياكسيون دو سوسياسيون ا اكيليبر ولا ا ليميتي اكسيتيرا. دونك حتى هاد لي مو تكنيك تقدر انك تفرق بيناتهم. دونك اغلبيه هادشي باش كنعرفو لو اسيد فور ولا فيبل. الوغ نمحيو نكملو الكور ديالنا كيما العاده نفس لا تكنيك اللي شفناهم في لي كالكول دو اسيد فور اي باس فور. كندوزو في واحد المراحل عاد كنهبطو لي تكنيك كيفاش انني كنحسب لي بي اش مزيان. اول مرحله كنحاول اننا نكالكوليو سي، يعني التركيز ديال المحلول ديالنا. دونك حطينا في الماء، خففنا، درنا اكسيتيرا. المهم نحسبو على حساب لي دون، واش نشوفو في التالي ديال لا فيديو ان شاء الله اكزرسيس بسيط ونشوفو كيفاش نحسبو سي مزيان. المرحله الاولى كما قلنا اننا غادي نكالكليو التركيز لا كونسونطراسيون مولار سي مزيان. المرحله الثانيه اشنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو لو رياكسيون بوسيبل اللي عندنا. نورمالمون حنايا في لا رياكسيون بوسيبل اللي عندنا غادي يكونوا جوج، غادي يكون اه وهو المحلول اللي عندنا اسيد فور حيت نديرو له في الماء، نخلطوه مع الماء باش توزو. اشنو غادي يكون هنايا؟ ماشي توتال، غادي يكون ليميتي، يعني سهم ماشي وسهم جاي ديال ا موان بلس اش 3 او بلس، سي تري بيان.
اش من رياكسيون اخرى غادي تكون؟ غتكون او اش موان، يعني عفوا الماء يعني الداتي، يعني اش دوزو مع اش دوزو، اش دوزو مع اش دوزو. دونك هنايا الماء مع الماء شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا اش تروا او بلوس بلوس او اش موان. مزيان، غادي نمشيو للمرحلة الثالثة، غادي يجي نكتب انا البروف نكتب له لو اسبيس، يعني الاسبيس بريزونت، يعني اللي كاينين في المحلول. شنو اللي كاين في المحلول هنايا؟ كاين عندنا اموا، ها هي اموا، كاين عندنا اش 3 او بلس، ها هي اش 3 او بلس، كاين او اش موان، كاين اش 2 او، سي تري بيان. ولكن هنا عندنا اش حتى هو غادي يكون، هذا هو الفرق ما بين اسيد فور و باسفور. باسفور اسيد فور يبقى تو عقلين، اش ما بقاش هنا، لا هنا ليميتي، يعني اش كاينه عندنا في الاسبيس اللي عندنا في المعطيات. مزيان كنكتبوهم له هما هنايا. كنجي للمرحله الرابعه، المرحله الرابعه كنجي نكتب له دونك المرحله الرابعه سي بيان لان دياغرام دو بري دومينو. دونك سي سامبلومون هذا درنا فيديو عليه في الحصص اللي فاتت، لا دياغرام دو برو دومينو، يعني شكون هو اللي مهيمن. كنجي نحط له بي اش هكا، كنجي نحط له هنايا عندنا بي كا ا ناقص واحد، وهنا بي كا ا، بي كا ا بلس 1 سي بيان. هنايا ما بين هاد جوج كيكون عندنا حتى واحد ما مهيمن، كنقولوا على ان ا اش كتساوي تقريبا اموان، يعني حيت كنقول تقريبا ماشي زعما انهم متساويين كذا، لا هي كنقولوا انه حتى واحد ما كيهمل على الاخر سي سامبلومون، يعني ما نقدروش ان نيجليجيو، يعني اذا كان بي كا ا فهاد لا زون هادي ما نقدرش انني نيجليجي ا اموان اموان دافون ا اش ولا ا اش دافون اموان اكسيتيرا. ولكن هنايا شكون كيكون مهم؟ كيكون مهم من اش، يعني كنقدر نهي من هنايا اموان، وهنا نفس الحاجه نقدر نهي من هنا. شكون اللي كيكون مهم هو اموان، نقدر نيجليجي اش. واش تنشوفو في لي تكنيك اللي غادي نشوفو هنا؟ مزيان، هذه هي الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه وهي اهم خطوه هي الغولاسيون اللي غادي نخدمو عليهم، المعادلات اللي نخدمو عليهم. لا بروميير غولاسيون وهي الالكترو نوتراليتي دو سوليسيون. دونك ديجا شرحناها الالكترو نوتراليتي دو سوليسيون، كنجيو هنايا كنشوفو اللي عندهم الشحنه السالبه زائد اللي عندهم موجبه، يعني اس سالب واس موجب. عندي هذه اموان، هي سالبه، هذه موجبه، هذه زائد او اش موان التركيز ديالو كتساوي لنا اللي عندها موجبه اير اش 3 او بلس، اللي عندنا اش 3 او بلس. دونك هذه هي المعادله الاولى. سي بيان، غنمشيو للمعادله الثانيه. المعادله الثانيه وهي كتسمى لا كونسيرفاسيون دو ماس، يعني الحفاظ على الكتله او الحفاظ على الماده اكسيتيرا. يعني داك التركيز اللي كان عندنا في اش شنو غادي يوقع؟ غادي يتفرق. دونك حنايا غادي يولي عند امون وغادي يبقى عند اش، يعني جوج حوايج. يعني هاد السي هادي اشنو غتساوي لنا؟ التركيز ديالنا اللي حسبنا غادي يكون مفرق على جوج حوايج، على اش و امون. علاش؟ لانه في رياكسيون الى بقيتو عاقل في اسيد فور كان عندنا رياكسيون طوطال، ا اش ما كتبقاش، يعني ديك السيكانس هنا كتمشي نيت الامون. كنا كنقولوا انه كتساوي تركيز امون كنحبسو، لا دابا لا، دابا راه لي ميتي كاين الفرق، يعني ان غادي يكون بلوس ا اش. المعادله الثانيه، نزيدو المعادله الثالثه وهي اكزاكتومون لا. دونك هنايا عندنا لا برودوي ايونيك دولو ك او سي سامبلومون، ك او كنعرفو ديجا انه كتساوي لنا اش 3 او بلس فوا او اش موان. دونك المعادله الاخيره وهي كا ا، لا كونسونطراسيون ديالنا ديال هاد الاسيد هذا. سي سامبلومون حيت كنديرو المعادله ها هي كنديرو التركيز ديال لي برودوي الضرب ديالهم، يعني ا موان فوا اش 3 او بلس مقسوم على لي رياكتيف اللي عندنا هنايا هي ا اش. سي تري بيان، وراه شرحنا ديجا علاش الماء، لانه ال يعني انه ديما الا كان عندنا الماء او السوليد، يعني الليكيد ولا السوليد، دائما كنديرو ايغال ان صافي في الكونسنتراسيون. دونك ديجا شرحنا هادشي. الوغ هادو هما المعادلات اللي نخدم عليهم انا. دابا غادي نجيو لي تكنيك، كيفاش انني غادي نخدم انايا كالكولي بي اش. هنا ركز معايا، هنا راه كاين دونك انايا كيما الناس اللي مشاكي معانا في الارض صيفطوا لنا لي كور ديالكم، كاين لي بروف لي خدم بشكل بروفيسيونيل بدي من هنايا، يعني شرح هاد لي هيبوتيز اي لي فيريفيكاسيون اكسيتيرا.
وكاين لي بروف اللي حطك ديريكتومون يعني ما معمقش بزاف في هاد لوكا هادي ديال الاسيد فيبل الاسيد فور، ولكن راه نفس الشرح حيت نشرح لكم ايبين لكم انه نفس الحاجه. يلا ركز معايا وحل معايا دماغك. الوغ اول حاجه كنجي انايا على حسب المعطيات اللي عندي. الوغ ديما حيت يكون عندي اسيد فور ديما كنبدا بلا هيبوتيز نيميرو 1 الافتراض، والافتراض نيميرو 2 انا كنفترض سوبوزون كنفترض ان هادو صحاح صافي مزيان. اشنو كنفترض؟ كنفترض ان البي اش مالو انه اصغر او يساوي 6.5. دابا نرجع لهاد لوكا نشرحهم من بعد صافي، يعني نكمل هادشي ونرجع لهادشي صافي مزيان، لان عارف ان اغلبيه عنده هاد الكتابات هكا على سي اكس تاع خدم بهم ديجا نشرحو ما يبان لك انه هادشي ني صافي. ركز معايا، عندنا بي اش اصغر من 6.5 يعني هذا سي ان ميليو اسيد باينه، حيت كيكون بي اش اش درناه في الحصص الفايتين. اذا كان بي اش اصغر من 0.5 فانه او اش موا كان نيجليجي و دافون اش 3 او بلوس يعني كيتهمل. اما اذا كان بي اش كبر من 7.5 اش 3 او بلوس هو اللي كيتهمل دافون اش موا. سي تري بيان، يعني هنايا هذا اوتوماتيكمون اشنو كيعطينا؟ كيعطينا ان اش 3 او بلوس انه كبير بزاف على او اش موا. هذا كيعني اننا كنقدروا اننا نيجليجيو اشنو او اش موا نحيدو. فوقاش كنحيدو؟ ماشي في الضرب، ماشي في القسمه، بل في الجمع. سي بيان، شي شرحنا كنمشيو لا غولاسيون اللي فيها اش 3 او بلوس او اش موا في الجمع، كنا نخدمو بهذا الربعه مزيان. شكون هي؟ غنمشيو لا بروميير غولاسيون. لا بروميير غولاسيون اش قلنا؟ قلنا غادي نعملو او اش موا. دونك شنو غادي تولي لنا؟ غتولي هاد لا غولاسيون مكتوبه على شكل ا موان، ياك اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اش 3 او بلس. سي تري بيان، سي تري بيان. نمشيو للافتراض الثاني اللي افترضنا. اشنو افترضنا في الافتراض الثاني؟ يعني افترضوا ان بي اش اصغر او يساوي بي كا ا ناقص 1. صافي شنو كتلاحظوا؟ هذه شنو كتعني؟ هذه كتعني انه لا باس غادي نهملو بارابور ا الاسيد. عفوا يعني هنا وي لا باز انا ملو بالنسبه للاسيد. يعني هنا شنو غادي تعمل؟ هنا غادي تعمل لا باز، يعني غادي تعملنا اش ا لا غادي تعمل اموا، يعني عندك اش ا يعني انه اكبر بزاف من اموا صافي. واش الشيء راه ديجا شفناه في الحصص الفايتين في سامبلومو، قلنا انه فوقاش كنهملو الاسيد بارابور ا واحد لا باز، دونك على حساب بي كا ا ندير واحد بيتيت مراجعه. هذه هي بي اش، هنايا كتكون عندنا بي كا ا بلس 1، هنايا بي كا ا موانز 1. دونك داكشي درنا في الرابير راه ماشي غير قلنا نخدموه، نخدمو به يعني ضروري تكون ضابطو مزيان. قلنا انه هنايا يعني اش؟ يعني ان بي اش قل من بي كا ا. هذا اش كيعني؟ كيعني ان اش ا مهيمن، هاد اش ا هو اللي مهيمن. يعني اش؟ يعني ان ا موان لا باز ديالنا نقدروا اننا نيجليجيو، هذا هو المهيمن وهذا اللي نقدروا نيجليجيو. اذا كان بي اش كبر يعني في هاد لازون كبر من بي كا ا بلس 1 كيولي العكس، كيولي ا موان هو اللي مهيمن، كنقدر انا نيجليجي اش ا موان صافي. سي تري بيان، سي بيان، سي بيان. الو حنا افترضنا افتراضات لو بجوج، علاش؟ لان حنا راه كنهضروا على اسيد، اسيد صافي. ما يمكنش اننا نمشي نفترض شي حاجه اللي كاينه في لا باز. الا جيت تزيد افتراض ديال هادي سي امبوسيبل صافي. قدر انك يكون ثالث حتى حاجه ما حتى وحده زعما ما صحيحه، تقدر تكون انه تكون في هنا يعني تري تري في كيما شرحنا. دونك اش نشرحو؟ ما نحرقوش المراحل، دونك تفهموها مزيان مزيان. دابا حتى انا غير كنفترض مزيان، اشنو افترضت؟ افترضت انه القيمه، لان هنا ليميتي ما كنعرفش انا في المده الزمنيه فين نحسب انا ديك بي اش. دونك انا كنفترض ان في ديك اللحظه ان بي اش مالها ان هاد ا اش انها كبيره بزاف على امون صافي.
مزيان، يعني اش نقدر نهملها؟ فوقاش كنهضروا على نهملها؟ إذا كان عندنا البلوس ولا موان، دونك أوتوماتيكمون كيمشي لافولاسيون نيميرو دو، سي تخي بيان، أشنو كنهملو؟ أموان، دونك أشنو كتعطينا؟ سي، شحال كتساوي لنا؟ أش، سي بيان، دابا إلا كانوا هادو صحاح، دونك بي أش أوتوماتيكمون كتساوي لنا هاد القيمة هادي، نحاولو أننا نسنتجوها، ألوغ. عندنا بالنسبه ل... بالنسبه لا هي بي 2 هي بي 2 هي بي 2 زيرو ميغو 1 اي 2 اشنو عندنا غادي يكون عندنا ك ا كتساوي لنا ها هي ك ا لا رياسيون 4 ك ا اللي كتساوي دونك حنا نكتبوها بعدا كتساوي لنا ا موان فوا اش 3 او بلس مقسومه على ا اش اشنو هتولي هادي ها هي نخدمو بهاد لاغولاسيون هاد ا اش باش روبلاصيناها بسي ها هي مزيان ها ا موان باش روبلاصيناها ب اش 3 او بلس اش 3 او بلس فوا اش 3 او بلس يعني اش 3 او بلس او كاري سي تخي بيان انا الهدف ديالي شكون هو هو بي اش يعني خاصني نجبد اش 3 او بلس يعني ك ا في سي ها هي ك ا في سي كتساوي لنا دونك هاجي انا ندير بحال هكا ماشي تساوي ندير تو كافي يعني السي نضربها في كا كتساوي لنا اش 3 او بلس او كاري سي تري بيان انا اش بغيت بغيت اش 3 او بلس ها هي اش 3 او بلس شحال كتساوي لنا هاد اش 3 او بلس كتساوي لنا لو غاسين ندخلو الغاسين هنا لان حيدنا الاو كاري ا كا في سي اشنو هادي هادي هي ناقص اللوغ ديال اش 3 او بلس لان حنا بغينا اشنو بغينا بغينا بي اش دخلنا ناقص اللوغ هنا ندخلو ناقص اللوغ هنايا لان اللوغ كرواسونت اكسيتيرا يعني ما تغير ما مشكلش يعني حيت كتكون ستريكتومون كرواسونت ولا ستريكتومون دي كرواسونت الايغال ممكن انا ندخل لا فونكسيون ديالي ما كاينش المشكل ملي كانت كرواسونت دي كرواسونت دونك ما يمكنش اوكي اي مونوتون مونوتونيك الا كانت مونوتون كنقدر ندخل لا فونكسيون ديالي معليش ندخل لوغ هنايا تعطينا لوغ سين ديالك ا سي مزيان الوغ هذه شنو هي هي بي اش يعني ان بي اش ايغال ناقص لوغ ديال ك ا على سي دوك لوغ سين من تو اس اس واحد على جوج لان كنعرف ان لا غولاسيون ديال لوغ دو اكس اس ان هي ان كتنزل دونك هاد واحد على جوج تنزل من هنايا دونك كتبقى ناقص واحد على جوج لوغ لوغ ديال اف بي شحال كيساوي لنا لوغ د ا بلس لوغ د بي صافي يعني لوغ ديال ك ا بلس لوغ ديال سي مزيان دونك غادي نشر انايا غتعطينا ناقص لوغ ديال دونك نسيت واحد على جوج الشباب ناقص واحد على جوج لوغ ديال ك ا ناقص واحد على جوج لوغ ديال سي سي تري بيان ناقص اللوغ ديال كا ا سي سامبلومون هي بي كا ا يعني بي اش كتساوي لنا بي كا ا ناقص واحد على جوج ولكن هاد واحد على جوج انا نخليوها هاد واحد على جوج نخليوها معملة هاد واحد على جوج واحد على جوج هي واحد على جوج خليوها لوغ ديال سي صافي لان هادي ناقص ناقص لوغ ديال كا ا راه هي بي كا ا وناقص لوغ ديال سي راه هي ناقص لوغ ديال سي واحد على جوج راه مهمله دونك ما كاينش علينا كنزيد نشرو غير هذا الناقص دونك باش ما تخلقوش هذا الناقص غنشرها انا ها هي الناقص هنا وناقص هنا صافي هذا ناقص لوغ ديال كا ا راه هي بي كا ا ناقص لوغ ديال سي ها هي ناقص لوغ ديال سي اوتوماتيكمون راه بي اش كتساوي واحد على جوج بي كا ا ناقص لوغ ديال سي سي تري بيان هذه هي المرحله الاولى من بعد نتايا كتعطيك واحد النتيجه كيلكونت كيما كانت هذه النتيجه هذه من بعد ما عطاتك هذه النتيجه واش هذه هي بي اش لا خاصك تمشي للمرحله الثانيه لفيريفيكاسيون تحقق من انه صحيحه فوقاش يكون هذه صحيحه الا كانوا جوج صحاح سي لقيتي هنايا واحد النتيجه واحد النومبر اكزومبل لقيتي 4.9 كتشوف انت هاد 4.9 اكزومبل 4.9 اول حاجه كتشوف 4.9 لا الهيبوتيز نيبر فو اما صحيحه 4.9
اقل من 0.05 ويك صحيحه. غنمشيو مرحله ثانيه 4.96 حيت تحسب بيكا ا ناقص واحد. تشوف انت درا بيكا ا ناقص واحد صافي، بيكا ا ناقص واحد تحسبها لقيتيها بحال اكزومبل 5 ولا 6. كتشوف نتايا الا كانت كبر من 4.6 راها، الا كانت بيكا ا ناقص واحد فك 5 ولا 6 ولا 7 دونك راه هيبوتيز راه صحيحه. الا كانوا صحاحه بجوج راه بي اش هي نيت 4.5 صافي، ما كتمشيش للزيتاب الاخرين مزيان. اما الا كان بي اش هنا لقيتي بي اش اكزومبل كيساوي 7.2، هنا افترضوا يعني كنجي كنلقى انه 7.2 راه اقل من 6.5، يعني ان لا بروميير هيبوتيز نو بلو فيريفي، يعني ما صحيحاش. شنو خاصني ندير؟ بما انها ما صحيحاش اوتوماتيكمون راه بي اش ديالها كتساوي 1/2 لوغ ديال سي اف كا بلس كا اي. دونك ولكن فهنايا راها لا هيبوتيز نيميرو 1 خاطئه ولا هيبوتيز نيميرو 2 صحيحه صافي. دونك على حسب النتيجه اللي عطاتك هنايا، دونك نمحي هذا الشيء ونكملو. اشنو قلنا؟ قلنا انه غنفترضو انه عطاتنا الحالة الاولى، يعني لا هيبيتوز نيميرو ان خاطئة، دونك غنمحيها هي خاطئة، دونك انا ولا هيبيتوز نيميرو دو هي اللي صحيحة. ركز معايا، انا هيبيتوز نيميرو ان هكا ولا هيبيتوز نيميرو دو فغي، يعني صحيحة هي صحيحة، لقيتها صحيحة، يعني لقيت انا بي اش راه اقل من بيكا ان ناقص واحد مزيان. اش نمشي كندير؟ صافي انا ما عنديش الحق انني نانولي اش 3 او اش موان في المعادله، يعني هنايا غادي نخليها صافي. دونك هادي نجري، دونك فين وصلنا؟ هي هادي سي بيان. الوغ نمشيو بي اش، نمشيو اش من المعادله. دونك انا الهدف ديالي هو نجبد بي اش، يعني خاصني نجبد اش 3 او بلس سي تري بيان. غادي نمشي لهاد كا او، هانتوما اون ا نكتبها اون ا كا او شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش 3 او بلس فوا او اش مو سي تري بيان. غادي نجبد انا او اش مو هنايا باش نطيرها هنايا صافي. الوغ شنو غتعطينا او اش مو؟ شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا كا او هاد اش 3 او بلس جيبها لهنا على اش 3 او بلس. شوف راه شي راه بسيط، علاه؟ لانه جميع لو اسيد فور كنخدم بهاد لي تكنيك هادو كتعاودو صافي، غير كتعاود سي سامبل، يعني ما كاينش شي اختلاف سي بيان. غير واش اسيد فور ولا فيبل اكسيتيرا لي تكنيك باش كتخدم مزيان. حنا جبدنا او اش مو، اشنو غادي نديرو؟ غنمشيو لا رياكسيون نيميرو 1 ياك، غادي نروبلاسيو او اش مو هنايا صافي. دونك غتعطينا ا موان سي بيان، باش نروبلاسيو او اش بهادي، يعني ا موان بلس كا او على اش 3 او بلس. هادي سميت غولاسيون، سميوها غولاسيون ان صافي. دونك هنايا باش ما تخرقوش هنا غولاسيون ان من جبنا هادي صافي. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش 3 او بلس سي بيان. دابا انا هادي ا موان ما كتكونش معطياك في المعطيات ولكن كنقدروا نيجليجيوها وي 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 وي. دونك كنقدروا ان هاد امو هادي، لا هاد امو هادي نجبدها انا ونعوضها في كا ا باش نحيدوها، لان امو ما كتكونش عندي خاصني نجبدها. دونك غنجيب هادي اللي هنايا، دونك ها هي هادي كتكف انه التركيز ديال امو شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هادي جيبوها لهنايا اش 3 او بلس ناقص كا او على اش 3 او بلس سي تري بيان. غادي نجيو للمعادله نيميرو 4، هادي 4 صافي، يعني المعادله نيميرو 4 شنو غادي تولي؟ غتولي كا ا كتساوي لنا التركيز ديال ا موان، ديجا حسبناه ها هو، يعني غادي نروبلاسيو حنايا هو اش 3 او بلس ناقص كا او على اش 3 او بلس ها
هي اما مضروبه فاش في 10 وبلس. مقسومه على اش؟ سي كوا سا اش؟ هاي هي سي. سي سي تري بيان. الو هادي هادي نشرحها هي انا شنو غتعطينا. هادي الا ضربتها هنايا غتعطينا اش 3 او بلس او كاري، وهادي الا ضربتها هنا غتمشي لي هادي مع هادي تبقى لي موان كا او على اش على سي. سي تري بيان. دونك انا جبت بيت اش 3 او بلس، يعني نضرب هادي في هادي وهاد كا او نجيبها لهنايا، يعني شنو غتعطينا؟ غتعطينا غتعطينا نكتبوها هنايا نديرو اش 3 او بلس، ياك هاهي اش 3 او بلس او كاري. شنو كتساوينا هاد سي ضربناها هنايا، يعني سي في كا مزيان، وهاد ناقص كا جبناه يعني ناقص كا. سي تخي بيان. حنا جبنا بينا اش 3 او بلس، يعني نحيد انا او كاري ونضرب في لي راسي. سي بيان سي بيان. الوغ شوف معايا دابا اش بينا؟ بينا لوك صافي. دابا نجبد بي اش ديال، يعني بي اش شنو كتساوي؟ ناقص اللوك ديال التركيز ديالنا اش 3 او بلس كتساوي لنا ناقص اللوك. دخلنا ناقص اللوك هنا، ندخلو ناقص اللوك ديال لوغا سي سي كا او ناقص كا او. مزيان، اش كنعرفو على لوغا سي؟ هو اس واحد على جوج. ها هو اس واحد على جوج، يعني واحد على جوج غتهبط هنايا، دونك غتعطينا ناقص واحد على جوج لوك ديال سي كا سي كا ا. هادي راه ا سي كا ا. واش ناقص ولا زائد هنايا؟ وي وي زائد. دونك شوف معايا، ناقص كا جبنا، ناقص كا او جبنا هاد الطرف التاني تولي زائد كا. سي تخي بيان. دونك هنا زائد، دونك هنا زائد كا. النتيجة ديالنا اكزاكتومون راه هي النتيجة نيت اللي لقيناها هنايا. سي تخي بيان. الوغ هنا، ولكن هنا كاين شي ناقص. ايه كاين ناقص هنايا، هنايا هنا راه ناقص. دونك هنايا راه عندي خطأ انا في هادي، يعني هنا ناقص نسينا ما درناهش صافي. دونك هنا يركزوا راه ناقص بي اش، عفوا ماشي ناقص، هنايا ناقص راه ناقص واحد على جوج لوغ ديال سي ا سي سي. حنا خدمنا بالسي صافي. دا ممكن دونك سي سي في كا ا زائد كا او، دونك الشيء اللي لقينا اكزاكتوم. الوغ نعاودو عاوتاني شنو درنا في الاول؟ كدير افتراض بجوج. اذا كان حسبتي بي اش ديالك ولقيتيه اكزاكتومون صحيح بيهم بجوج، يعني بي اش قل من 6.5 و بي اش قل من كا ا ناقص واحد، اوتوماتيكمون كتقول ان داك بي اش اللي لقيتي راه صحيح صافي، كتحبس. مشيتي لقيتي ان داك بي اش ديالك مالو راه كبر من 6.5، يعني اش ان انه خطا، يعني الهيبوتيز نيميرو ان خطا. ومشيتي الهيبوتيز نيميرو دو لقيتي ان بي اش اكزاكتومون قل من كا ا ناقص واحد صحيح، يعني راه بي اش ديالو غتلقى هاد النتيجه هادي. اجي دابا الى لقيتي الهيبوتيز نيميرو 1 صحيح، ياك 6.5 يعني لا ميليو اسيد، و اش تو لقيتيه هو لي اكزاكتومون لي غلط، اشنو كنديرو؟ الو غنمحيو هاد الشيء لي درنا. في حالة الى لقينا لقينا ان الهيبوتيز نيميرو 2 ني بلو فري فيريفي، يعني انه ما تحقق ليناش، هذا كيعني انه جوج ما تحققش، ولكن الاول راه فري، يعني الاول قلنا ا راه عندنا ان بي اش محققه، بي اش لقيناها اقل من 6.5، ولكن ديك بي اش اللي لقيناها اللي حسبناها هنا لقيناها كبر من بي كا ا ناقص واحد. مزيان، هذا كيعني انها ان اش 3 او بلوس غادي نهملو بارابور ا او اش موان. اوتوماتيكمون الى هملناه فين نهملوه؟ نهملوه في الزائد، يعني الثمن هنايا، يعني غادي يعطينا ان ا موان راه كيساوي لنا اش 3 او بلس. ما
متفق معايا سيد خير، يعني انا نخدم انا على هادي، ولكن الجوجه راه ما نهملش انا هاد اشوا ما نهملهاش، يعني تبقى لنا المعادله مكتوبه على هذا الشكل مزيان. الوغ غادي يجي لا غولاسيون نيميرو 2، ها هي كتبها جوج، ها هي غولاسيون نيميرو 2 هاد الجوجه هادي. اشنو عندنا؟ عندنا ان سي كتساوي لنا التركيز ديال ا موان بلس ا اش، وعندنا ان ا موان كيساوي لنا اش طرو او بلس. ها هي سي كتساوي لنا التركيز ديال ا موان بلس ا اش، يعني ان هاد ا موان باش نروبلاسيها نروبلاسيها باش طرو او بلس او بلس. صافي ها هي فيها باش طرو بلس بلس ا اش. سي تري بيان، غنمشي لغولاسيون نيميرو 4، ها هي كا ها هي نجي نكتبوها غولاسيون نيميرو 4 كا. اشنو تساوي لنا كا؟ الوغ كا كتساوي لنا ا موان، سي كوا سا ا موان؟ هي اش 3 او بلس، اش 3 او بلس واش 3 او بلس شحال؟ هي اش 3 او بلس او كاري. صافي هاد ا موان روبلاصيناها باش 3 او بلس، وضربنا في اش 3 او بلس عطينا اش 3 او بلس او كاري. مزيان ا اش، ها هي ا اش نقدروا نجبدوها هنايا، ها هي اوتوماتيك مقارنة التركيز ديال ا اش. اش كيساوي لنا هاد اش 3 او بلس؟ نجيبها للسي، يعني تعطيك سي ناقص اش 3 او بلس. مزيان، يعني انا روبلاسي ا اش باش بسي ناقص التركيز ديال اش 3 او بلس. سي تري بيان. دابا شنو خاصني نجبد؟ خاصني نجبد اش 3 او بلس، دونك هذا غنضربو هنا ونشرو اكسيتا ونحصلو على المعادلة ديالنا. هادي إذا ضربتها هنا أشنو غتعطينا؟ غتعطينا كا أ في سي كا أ ناقص كا أ في التركيز ديال أش 3 أو بلس. أشنو كيساوينا؟ كيساوينا أش 3 أو بلس أو كاري. مزيان، هادو غنجيبو من الطرف الآخر، يعني أشنو غتعطينا؟ غتعطينا معادلة من الدرجة الثانية أش 3 أو بلس أو كاري، يعني إلا جبناهم غتعطينا ناقص كا أ سي زائد كا ا في اش 3 او بلس. شحال كيساوي هادشي؟ كيساوي صفر. اشنو كنديرو؟ دلتا. شنو كتساوي لنا بي او كاري؟ شوف اوتوماتيكمون ها هنا ا هي واحد، دونك يجيو كتبو هنا ا هي واحد، هي اللي مضروبه في شكون هو المتغير؟ هو اللي تنقلبو عليه هو اش 3 او بلس، هو المتغير هو اكس. فاش مضروبه او كاري مضروبه في واحد، فاش مضروبه العاديه مضروبه في كا ا، يعني بي كا ا، و سي هي ناقص كا ا في سي. صافي دونك بي او كاري، الى جينا البي او كاري هي كا ا او كاري ناقص 4 في ا هي واحد و في سي ناقص كا ا سي. دونك ناقص مع الناقص يعطينا الزائد، يعني تعطينا كا ا او كاري زائد 4 كا ا سي. سي تري بيان. الوغ حنا جبدنا الغاسين دلتا هي هادي. دابا نجبدو الحلول ديالنا، دائما كنمشيو للحل الموجب لان التركيز موجب عندنا، يعني اش 3 او بلس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص بي، ها بي ناقص بي يعني ناقص كا ا زائد لوغاسين دو دلتا، ها هي ديجا حسبناها هي كا ا او كاري زائد 4 كا ا في سي، ديري مقسومة على جوج ا ا هي دوك، دونك ها هي اش 3 او بلس. الا بغينا بي اش اوتوماتيكمون كنجيو نكتبو ان بي اش كيساوي لنا ناقص اللوغ ديال اش، ديال اش 3 او بلس اللي هي هادي، هي ناقص كا ا زائد لوغاسين ديال كا ا او كاري زائد 4 كا ا سي مقسومه على جوج. الوغ هذا فيما يخص اكزاكتومون بالنسبه للحاله هيبيتوز نيميرو 2. نعاودو عاوتاني، انت في الاول كتفترض هاد الجوج لقيتيهم صحاح حيت كتحسب بي اش ديالك، لقيتيهم صحاح دونك راه بي اش ديالك صحيحه. مزيان، لقيت الافتراض الاول اللي غلط والافتراض الثاني صحيح، دونك راه بي اش راه كتساوي هاد القيمه. شفنا لا تكنيك كيفاش كتجبدها. لقيتي ان الافتراض الاول صحيح والجوج خط، بي اش كتساوي هاد القيمه. نسولك، الا لقيتي بي اش بجوجهم غالطين، فاننا كنمشيو للافتراض الاخير
انه بي اتش كيساوي ناقص لوغ ديال سي بلس راسين دو سي او كاري. ولكن هاد الاد احسن باش تلقى هادي ما غاديش في التمارين في ليكزام اكسيتيرا قليل بزاف صافي. المهم نعطيو معلومه وصافي. الوغ نمشيو دابا. دونك حنا افترضنا هاد الجوج ما لقيناهمش نمحيو ونشرحو. الوغ شوف معايا، حنا في الاول ركز معايا باش نفهموا الفكرة. أنا حيت كنفترض بي اش قل من 6.5، أشنو كنفترض؟ كنفترض أن لا ميليو ديالي راه أسيد صافي؟ سي تخي بيان. إلا كان لا ميليو ديالي بي اش قل من 6.5 أسيد صافي، راه باين أنه الإحتمال اللي كاين هما جوج، أن هاد أش وهو الأسيد ديالنا، لأن موليو أسيد، هاد الأسيد ديالنا إما غادي يكون كيساوي الناس تقريبا هاد أموان أو أنه كبير عليه صافي. أما باش يكون هاد أش هاد أموان لاباز كبر من الأسيد، هنا راه غتلقى بي أش، دونك هنايا دونك غتلقى أن لاميليو ديالنا ماشي أسيد صافي، يعني حنا خدامين في أسيد فين سي بيان، يعني حنا كنإيفيتيو هاد بي أش هذا في الخدمة ديالنا، مكنهضروش عليها صافي في هاد الحالة هادي. يعني ان بي اش نورمالمون راه تكون كبر من تكون كبر من 6.5. اما بالنسبه للحاله الثانيه شنو حنا كنا كنديرو؟ الحاله الاولى شنو افترضنا؟ افترضنا ان بي اش ملا قل من بي كا ناقص واحد، يعني راه افترضنا ان اش ان لا ميليو عندنا اسيد، يعني ان ماشي اسيد، يعني ان اش هو المهمين، يعني ان الاسيد ديالنا هو المهمين. هذه هي الحاله الاولى صافي، حيت كتفترض ان اش هو المهمين عطاتنا هذه، عطاتنا بي اش هي هذه القيمه سي تري بيان. وفي الحاله الثانيه افترضنا انه ما صحيحاش، يعني اش حنا افترضنا ان اش، لان حنا كنهضروا على لا ميليو على اسيد فيبل، دونك حنا هنايا راه افترض في هذه الحاله الثانيه بما انه ني با فري، حنا افترضنا ان هذه، يعني علاش ما افترضنا ان اش ما كيهمش على اموان، وحتى اموان ما كيهمش على اش، يعني افترضنا انهم تقريبا متساويين، لان حنا خدمنا على اش في هذا الافتراض الثاني، هذا في هذا بي اش خدمنا على بي اش انها بوحدها اللي صحيحه، والليكواسيون اخرى خليناهم كما هما، يعني ان اش واموان درناهم انهم ما يمكن حتى واحد يهمل حتى واحد صافي، ما نقدروش نيجليجي واحد دافون الاخر، وهذا ما نقدروش نيجليجي دافون الاخر. دونك الا ما كانوش هادو بجوج خاطئين، اشنو بقى؟ بقى لنا احتمال واحد، شكون هو؟ هو انه مشينا لحنا لا ميليو بازيك، مشينا لان اموان مالو راه هو اللي كبار من اش صافي سي بيان. فوقاش هاد اموان كي كيكون كبر من اش، شي اللي نشوفوه في هاد لوكا الاخرى، يعني الا كانوا جوج خاطئين لوكا الاخرى في كيكون عندنا اموان اكبر بزاف من اش. الوغ نمحيو هادشي ونخدمو الكور ديالنا. الوغ سي نكتبو هنايا، سي لي دو هيبوتيز نو سون با فغي فغيفيي غير محققي، هذا الوغ هذا كي امبليك انه حاجه وحده ان اموان راه كبر من اش سي تري بيان، وهذا كيعني انه كنقدروا اننا نهملوا اش ا دافون ا موان في هاد الغولاسيون اللي عندنا، دونك اوتوماتيكمون انا كنمشي لا ايكواسيون نيميرو 2 اللي فيها ا موان و ا اش اللي نقدر انني نيجليجيهم، دونك انا غادي نيجليجي هادي ا اش تبقى لي سي كتساوي لنا ا موان، وغادي نبدا نخدم ونجبد بي اش نفس لا تكنيك. غنمشي لا غولاسيون نيميرو 1 انجبد او اش موان، هاي او اش موان انزل بشويه، اشنو كتساوي لنا؟ هادي نجيبها لهنايا، كتساوي لنا اش 3 او بلس، هاد ا موان جيبها لهنا يعني ناقص ا موان،
شكون هي اموا؟ راه هي السي، ها هي محيناها، راه هي اكزاكتومون سي. سي تري بيان. دابا حنا لقينا او اش مو، غنمشيو لكا او باش اننا نعوض هاد او اش مو نعوضها في كا او، يعني لو غولاسيون نيميرو 3 يعني غتعطينا كا او. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش 3 او بلس فوا اش فوا او اش مو. في راه او اش مو ها هو، غنروبلاسيوها عندي اش 3 او بلس موان سي. سي تري بيان. اشنو غادي ندير؟ غادي ننشر وغادي نحل المعادلة ديالي بشكل اللي بسيط بزاف. الوغ غتعطينا كا او اشنو كتساوي لنا؟ هادي في هادي غتعطينا اش 3 او بلس او كاري ناقص هادي في هادي، يعني سي اش 3 او بلس. سي تري بيان. دونك هادي نجيبها لهنايا، يعني غتعطينا ناقص كا او اشنو كيساوي لنا؟ زيرو. دونك هي المعادلة من الدرجة الثانية. الناس لا تكنيك غنديرو دلتا، شحال كتساوي لنا الدلتا؟ بي او كاري، يعني سي او كاري ناقص 4 في ا في 1 وفي سي في ناقص كا، يعني زائد كا. اش بغينا؟ بغينا غاسين دو دلتا، يعني شكون حل واحد هو اش 3 او بلس. ما عرفوش كتبان لكم هاد التحت ولا ما كتبانش، بصح انا كنشرح. شوفوا وي كتبان. اشنو كنديرو؟ ناقص بي، في راه ناقص بي هي سي، زائد غاسين دو دلتا، يعني غاسين دو سي او كاري زائد 4 كا او مقسومة على جوج ا، جوج ا في الراها هي. دونك حنا جبدنا التركيز ديالنا. دونك حنا جبينا بينا بي اش، بي اش كيساوي ناقص اللوغ ديال اش 3 او بلس اللي ديجا حسبناها، اللي غتعطينا سي بلس غاسين ديال سي او كاري زائد 4 كا او على اش. سي بيان. نديرو عاوتاني واحد تذكير. الوغ درنا لا هيبوتيز نيميرو ان دو، كانو صحاح في جوج بي اش هاهي كتساوي لنا مزيان. لقيتي اللولى غلطة والجوجة صحيحة، ها البي اش ديالها شحال كتساوي؟ لقيتي اللولى خاطئة والجوجة صحيحة، الجوجة صحيحة واللولى غلطة، ها البي اش شحال كتساوي؟ لقيتيهم جوج غلطين، ها البي اش شحال كتساوي؟ دابا اجي نرجعو لهاد الشي اللي كان هاد الشي مكتوب هنا، اشنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ الو غنمحيو هادشي، نخليو لا غولاسيون لان نخدم بهم انايا. الو عندك ندير واحد بيتي ترابي بيكا لا، كل ما كانت بيكا ا صغيره كل ما كانت كا ا منها كبيره كتكبر، ياك؟ لان بيكا ا كتساوي ناقص اللوك ديال كا، صافي يعني ناقص اللوك، يعني كل ما نزلت هذه كل ما طلعت هذه. سي تري بيان. كل ما كانت كا ا كبيره كنعرفوا ان كا اش كتساوي لنا، كتساوي لنا امو على ا اش، يعني كل ما كبرت كا ا كل ما اش 3 او بلس راه كبار، صافي اش 3 او بلس راه كبير، وكل ما اش 3 او بلس كبار دونك لا ميليو ديالنا كيمشي لاش؟ كيمشي انه يولي اسيد، اسيد فور. هادشي راه شرحناه في الحصص الفايته مزيان، يعني كل ما بيكا اصغر كل ما لو اسيد ديالنا كيمشي لاسيد فور. سي تري بيان. هادي بين قوسين. الوغ حنا شنو عندنا هنايا؟ عندنا كا مقسومة على سي. سي بيان. هادشي انا لكا نشوف لا غولاسيون ما بين كا و سي، هاديك المعادلة كاع نبسطها هي انا، ها هي كا مقسومة على سي اصغر من 10 اس ناقص 2 في سي، صافي هاد سي ضربتها هنايا. سي تري بيان. غنضرب في هاد الطرف 10 اس جوج وهاد الطرف 10 اس جوج، ما يوقع والو، هاد 10 اس جوج تمشي معاه تبقى لنا سي، صافي سي تري. هادي راه هي هادي. سي بيان. مزيان. قبل ما نوصل انا لهاد الكتابه هادي، قبل ما نوصل للكتابه هادي غنشوف المقارنه ما بين كا ا و سي. مزيان. حنا هاد الكتابه اش كتعني؟ كتعني ان سي كبير على كا ا 10 د المرات، كبير على كا ا 10 د المرات. مزيان. الوغ الا كان سي، شو معايا؟ الا كان سي، ها هو سي كبير على كا ا، ها هي سي شحال كتساوي لنا؟ سي كتساوي لنا ا موان بلس ا اش. سي تري بيان.
و كا باش نجيب حداهم باش تبان لكم. كا كتساوي ا موان فوا اش 3 او بلوس على اش. صافي مزيان. هذه سي، هذه كنهضر على سي، وهذه هي كا. كا مزيان. اشنو عندي انا هنايا؟ سي كتكبر حتى كتولي كبيره على كا اش 100 مره، 10 اس 100 مره. يعني سي هاد سي كتكبر فوقاش كبار، ونفس الحاجه هادي صغار. الا كانت هاد السي هادي هاد اش كتكبر، تصور هاد اش كتكبر القيمه ديالها كتزيد تكبر، يعني السي راه تكبر لانه واحد القيمه زايده هادي راه تكبر، يعني السي تكبر اوتوماتيكمون. هاد اش فين كاين كاينه لتحت، يعني كل ما كبرت اش كل ما القيمه ديال كا كتصغر، كتكبر 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 حتى كتولي اش مالها كبيره بزاف، اللي كتخلي ان هاد السي هادي كبيره عشرات المرات من هاد القيمه. صافي مزيان. يعني فوقاش كتكون هاد الكتابه صحيحه الا كانت اش، الا كانت التركيز ديال ا اش كبير بزاف على اش، على اموان. صافي سي تري بيان. الو فوقاش كيكون ا اش كبير على التركيز ديال اموان، فهو اكزاكتومون فين كتكون عندنا بي اش اصغر من بي كا ا، تقيس واحد. صافي اللي شفنا هنا سي بيان. يعني البروف الا عطاك، الا قالك في المعطيات ان بي اش صغر من بي كا ا ناقص واحد، راه سي سامبلومون راه هي هادي، راه هادي هي هادي. صافي هادشي اللي حبينا نوصلو سي بيان. دابا في التمارين يقدر البروف دابا فهمك، دابا انت غتخدم هاد الافتراضات، ولكن يقدر البروف يبسط عليك الحاجه، يقولك انه اكزومبل انه بي اش راه اقل من بي كا ا ناقص واحد، يعطيك في المعطيات. الا كان اقل من بي كا ا ناقص واحد صافي هادي راه محققه، كتنساها انها كاينه، صافي كتمشي انت على الهيبوتيز نيميرو 1 واش كاين ولا لا. فهمتوا سي تري بيان. داكشي اللي واقع بالنسبه للكرات ديالكم اللي خدامين بهاد الحاله هادي. علاش؟ لانه فوقاش تعطيك هاد بي ا صحيحه، الا كانت كا على سي صغيره من 10 اس ناقص 2 صافي. اي بي اش دونك هادي راه قلنا هي اي بي اش مالو صغر من 6.5، يعني الا قالك ان لاميليو انه اسيد، لانه شي مره كيعطيك في المعطيات كيقولك ان لاميليو اسيد، صافي يقولك لاميليو اسيد عرف اوتوماتيكمون راه ان اش 3 او بلس راه كبيره بزاف على او اش واحد. صافي يعني اش حيت يقولك لاميليو اسيد، هذا كيعني ان حنا دابا هذه راه تعطينا افيك بي اش خاصو يكون اصغر من 6.5 في هذه الحاله، ما تنساوهش. يعني انت ياك جيت تخدم التمرين كدير كا على سي لقيتيها اوتوماتيكمون صغيره من 10 اس ناقص 2 بلا ما دير هاد الافتراض، صافي راه صحيح. هاد الافتراض الثاني هيبوتيز ديما هو راه صحيح، صافي. دونك هادشي اللي كاين. صافي نفس الحاجه بالنسبه لهادي، غتعطينا جوج. دونك كنحيو هادشي باش نشرحو. دونك شنو قلنا في الجوجه؟ شنو كتعني نمشيو للجوجه؟ يعني انك ا إذا كانت مقسومة على سي أصغر أو يساوي من 10 أس ناقص 2، هذا إيش كيعني؟ كيعني أن أموان كتساوي لنا أش. صافي سي تخي بيان. يعني ما نقدروش أننا نهمل لا أموان لا أش، يعني ما نهمل حتى حاجة فيهم، وفوقاش ما نهمل حتى حاجة فيهم، يعني أننا كنهضرو على هاد الحالة هادي. صافي شوف لا هيبوتيز نيميرو 1 ني بلو فري لا بيتوز، وي لا بيتوز نيميرو 2 في راه 2 هو هذا. ها هي صافي. يعني نتايا جيتي حسبتي كا على سي لقيتيها قل من 10 اس ناقص 6، اي رصا اي بي اش لقيتيها صغر من 6.5، يعني تحققوا جوج حوايج حيت قلنا هادي. اشنو كتعني؟ كتعني العكس ديال هادي، ان هادي ما حققهاش. صافي هادي شنو كتعني؟ كتعني ان بي اش اكبر من بي كا ا ناقص واحد، ولا نقولوا ان بي اش ما محققش، ان بي اش ما صغرش من بي كا ا ناقص واحد. ها
هاد الكتابه كتعني هادي صافي مزيان. يعني اش يعني الا كانت بي اش صغر من 6.5 يعني هادي صحيحه وهادي خاطئه كما قلنا، فاننا كنمشيو للبي اش اوتوماتيكمون تحققوا على جوج، فاننا كنقولوا على ان بي اش كتساوي لنا ناقص لوغ ديال ناقص كا ا زائد لوغاسين ديال كا ا او كاري زائد 4 كا اف سي مقسومه على 2. سي تري بيان سي بيان. دونك نعاودو عاوتاني، الا كان عندي كا ا على سي حسبتيها قليتي اقل من ناقص جوج ولقيتي ان بي اش هاد جوج هادو راه كنهضروا على ديما بي اش صغر من 6.5 صافي مزيان. لقيتي بي اش ناقص صغر من 6.5 راها اوتوماتيكمون بي اش كتساوي هاد القيمه. لقيتيها كبر لقيتي ان كا ا على سي كبر من 10 ناقص، فان بي اش كتساوي لنا ناقص اللوغ ديال هاد القيمه. سي تري بيان. الحاله الثالثه، الا لقيتي كا ا مقسوم على سي كبر من 10، هذا كيعني ان التركيز ديال اموال هو اللي كبر من ا اش صافي. هذا اش كيعني؟ كيعني اننا كنمشيو للحاله الاخيره. هاك دونك عقلوا عليهم، نديرهم بحال هكا، ها بي اش ديال هذا، ها بي اش ديال هذا، ها بي اش ديال هذا. سي بيان. دابا نتمنى انكم فهمتوا هادشي اللي شرحنا صافي. نتمنى دابا غنمشيو واحد بيتيت اكزيرسيس اللي ان ابليكو فيه هاد الشرح هذا. الوغ نمحيو هادشي ونخدمو الاكزيرسيس ديالنا. الوغ نحاول نزربي لان هادشي كامل شرحنا، اي راه نحاول نزربي وصافي كيفاش الطريقه باش نخدم. الوغ عندنا واحد المحلول سي بيان مزيان، عندنا اش دوزو الماء. هاد اش دوزو شنو حنا فيه؟ حنا فيه 0.003 غرام ديال اسيد اسيتيك، يعني سي اش 3 سي او او اش مزيان. هاد الماء هذا اللي عندنا هنايا القيمه ديالو هي 250 سنتيمتر كيو دو لو ديال الماء. هادي خاصنا نحولوها، علاش نحولوها لليتر؟ شحال كتساوي لنا 0.25 لتر دائما. الغرام نخليوه بالغرام. دونك المعطيات اللي عطينا، عطينا اكزاكتومون كا ا كتساوي 10 ناقص 4.8، عطينا او عندها 16، سي عندها 12، اش عندها شحال؟ 1. سي تري بيان. الوغ اول حاجه غنبدا بالمراحل ديالي. المرحله الاولى دونك غتقول لي السؤال الاول باش انا نعرف واش نخدم هاد لا تكنيك ديال اسيد فيبل، اسيد فور، اسيد اكسيتير. هذا بين انه اسيد صافي كينتهي باش، هذه الاولى باش انا باش نعرف اسيد فيبل. بي كا قلنا ا بي كا ا كتساوي لنا ناقص لوغ ديال اش ديال 10 اس ناقص 4.8، يعني كتساوي لنا 4.8. سي تري بيان. بما ان 4.8 انكادغي ما بين 14 وما بين 0 فانه فيبل، ياك قلنا ما بين 7 وهذاك وما بين كذا تخي فيبل. المهم ان ديك البارتي كامله كتسمى فيبل، يعني انه اسيد، كنهضروا على اسيد فيبل. سي بيان. الوغ نمشيو الاولى، المرحله الاولى كان كالكيو التركيز ديالنا، هو ما عطاناش التركيز، عطانا الغرام وعطانا الحلول هنايا. دونك انا الهدف ديالي هو نعرف كيفاش نحسب نحسب سي. واش درنا في الرابيل في داك الاول رابيل مشيتي فيديوهات الاولين، راه قلنا كيفاش كنحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ان انها كتساوي لنا سي في. سي تري بيان. وانه حنا بغينا لا كونسونطراسيون مولا ولا كونسونطراسيون مولا كتساوي لنا هذه نقسموها على في، يعني تعطينا ان على في. سي بيان. هاد ان هادي ديجا عارفها انها كتساوي ام على ام كبيره، كتساوي ام على ام كبيره مقسومه على في. سي بيان. دونك هاد المعطيات كاملين راه عندي، ام صغيره هي 0.003 مقسومه على ام كبيره، ام كبيره راه هي هادي، راه عطانا المعطيات هما القديم جبدوهم. يعني ام كبيره شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دونك نبداو بالكربون، شحال فيه؟ 12. ها هي كربون 12، شحال عندي من الكربون هنايا في العنصر هذا؟ واحد جوج، عندي جوج نضربوها في جوج زائد نمشيو دابا الكربون، نمشيو الكربون الاكسجين شحال عندي؟ عندي جوج، ياك جوج اكسجين فوا 16 كربون ودريج، بقاتنا الهيدروجين، الهيدروجين واحد فوا 4. دونك اوتوماتيكمون نحسبها، نلقى 60 غرام في
المول بار ليتر. صافي. الوغ دونك نجي نعوض انا هنايا في المعطيات ديالي، يعني ان ان شنو كتساوي لنا؟ عفوا حنا بينا سي، سي كتساوي 0.003. هاد الاعداد دونك هاد اما تنزل هنايا صافي، غتعطينا ام على ام كبيره في بي. سي تري بيان. ام كبيره حسبناها هي 60، في هو الحجم ديال الماء اللي عندنا شحال هو 0.25 لتر. سي بيان. دونك هادي نحسبوها بلي كالكول، دونك نلقاو انها كتساوي 2.10^-4 مول بار لتر. سي بيان. سي تري بيان. دونك هذا هو المرحله الاولى. الوغ الى كنتي كتعرف تحسب لا كونسونطاسيون اكسيتيرا، سير راجع دروسك. الوغ غنمحيو هادشي. دونك حنا قلنا سي شحال كتساوي 2.10^-4 مول بار لتر. سي تري بيان. دونك نمشيو دابا للمرحله الثانيه. دونك هاد المراحل غير كتعاودو. دونك الثانيه هي كنحطو لي رياكسيون بوسيبل لي عندنا. شنو عندنا؟ عندنا هادي مع الماء، يعني سي اش 3 سي او اش بلس اش دوزو. اشنو كيعطينا؟ كيعطينا سي اش 3 سي او او موان زائد اش 3 او بلس. صافي. دونك هو راه عطانا كا ديالها، عطانا في المعطيات كا هي 10^-4.8. المعادله الثانيه هي ديال الماء صافي، يعني 2 اش دوزو باش تعطينا 10^3 او بلس بلس او اش موان. سي بيان. دونك نمشيو دابا الثالثه، وهي لي اسبيس كيميك. لي اسبيس كيميك اللي عندنا، عندنا سي اش 3 سي او او اش. الى لاحظتي في التمرين راه عطاك باستخدام لو ابروكسيماسيون، يعني شي خاصك ديرو دوك الافتراض راه عطاك باستخدام، ماشي تجي اوتوماتيكمون تخدمو صافي. يعني لانه حيت يقولك باستخدام ابروكسيماسيون اكسيتيرا، دونك هنايا انت راه كل حاجه بالنقاط ديالها. يعني غير هادشي الشيء الاول اللي نكتبو هنا غتلقى حاط عليه 0.5، هادي حاط عليها 0.1، 0، هاد النتيجه حاط عليها 0.25 اكسيتيرا صافي. دونك انت هي خاصك دير جميع المراحل. دونك نتوما على حساب البروف ديالك، زعما انت شوف دي زيكزام قدام اكسيتيرا باش خدام. كاين اغلبيه كيخدم هكا سي او او موان سي اش 3 او بلس او اش موان. دونك هادو هما العناصر اللي عندنا. المرحله الرابعه الدياغرام ديالنا، المرحله الرابعه. الحاله الرابعه دونك غنديرو بي اش سي سامبلومون. هنا بي كا ا بلس 1 في راه بي كا ا، بي كا ا لقيناها هي 4.8. 4.8 بلس 1 شحال؟ 5.8. هذه هي بي كا ا بلس 1، وهذه بي كا ا موانز 1، يعني نقصو 4.8 نقص لها واحد هي 3.8. سي تري بيان. شكون اللي مهمين هنايا؟ هو سي اش 3 سي او او اش، الاسيد ديالنا هنا لا باز ديالنا هو اللي مهم في هذا الطرف هذا سي او او. سي تري بيان. دابا غنمشيو اهم حاجه وهي الخمسه. دونك هذا الشيء كنكتبو صافي غنمحيه. دونك هادشي كنحفو عاد كنجيو المرحله الخامسه هي لوغولاسيون اللي نحتاجو. دونك غنمحي هادشي. دوك لوغولاسيون اللي كنجبدوهم غير من هاد الاستنتاجات صافي. خمسه كنبداو بلوغولاسيون الاولى، لان هادشي غنحتاجو. غنسميهم سمي هادي لوغولاسيون ان باش ما نتخلقوش. غتعطينا اش 3 او بلس كتساوي او اش موان، يعني دوك العناصر اللي سالبين مع الموجبين سي اش 3 سي او او موان. دوك لي سبيس كيميك اللي كتبناهم هادو موجب وده سالب كيتساو. المعادله الثانيه وهي لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، يعني ان التركيز سي كيساوي لنا لو اسيد بلس لا باز كونجيغي ديالو او اش زائد لا باز كونجيغي ديالو سي او او موان. ثلاثه لا برودوي اينيك كا او اش 3 او بلس فوا او اش موان كا ا. دونك كنكتر لنا المعادله، يعني لي برودوي او اش اش 3 او بلس مع سي اش 3 سي او او موان مع لي رياكتيف سي اش 3 سي او او اش
سي تخي بيان. دونك هادو هما اكزاكتومون هادي سميها اربعه. دونك هادو هما اربعه المعادلات اللي كنبقى خدام عليهم. دونك انايا في الاول دونك هو ما عاطينيش المعطيات. دونك هو في الاول عاطيني ك او. شوف ركز معايا، هو نفترضو غير ركز، الا قال لك هنا في المعطيات ما عطاناش واش لاميليو اسيد ولا لا، تصور انه سي باش نعرف فوقاش نخدم بهادي. سي قالنا انه في المعطيات هو ما عطاناش، قالنا انه راه لاميليو عباره على ميليو اسيد. يعني اش؟ يعني ان بي اش راه اصغر او يساوي من 6.5 صافي. اما يقولك انه ميليو اسيد، اما يقولك بي اش صغر من 6.5، اما يقولك ان اش 3 او بلوس اكبر بزاف من او اش مو صافي. الا قلنا وحده من هادو يعني اش؟ يعني ان بي اش متحققه، لي بيتوز نيميرو 1 متحققه، يعني لي بيتوز نيميرو 2 كنا نقدر انني بلا ما نفترضها نشوفها النتيجه ديالها عين من كا على سي صافي. يعني غادي نحسب، غنحسب كا مقسومه على سي شنو كتساوي لنا. كا هي 10 اس ناقص 4.8، سي وهي جوج في 10 اس ناقص 4 غتعطينا 0.079. 0.079 صغير من 0.02، 10 0.01 ياك، 0.01 10 اس ناقص جوج. دونك كا على سي عطاتنا صغر من اش؟ من 0.0. هي كا على سي صغر من 0.0، يعني ان بي اش ديالها هي هادي. يعني اوتوماتيكو كنجي نقولو ان بي اش كتساوي ناقص لوك ديال ناقص كا ا. دونك كنجيو نحطو دونك ابليكاسيون نيميريك، نحطو الارقام ديريكتومون. كا ا هي 10 أس ناقص 4.8 زائد لغة سين ديال كا أ هي 10 أس ناقص 4.8 أو كاغي زائد 4 في 10 أس ناقص 4.8 في سي. شحال هي سي؟ هي جوج في 10 أس ناقص 4. هادشي كامل مقسوم على جوج، دونك كتساوي ناقص اللوك. دونك كتحسبوها بالكالكول كتلقاو انها كتساوي ناقص اللوك 4.89 في 10 اس ناقص 5. دونك هذه الا حسبتوها تعطيكم 4.31. دونك هذه هي بي اش صافي. مزيان، فوقاش كندير هادشي الا كنت عارف انا ان لا ميليو ديالي اسيد، او انه بي اش ديالي اقل من 0.5، او ان اش 3 بلوس. ولكن هنا ما عطيناش، دونك هنايا غادي نمشي عليها ونديرو هادشي كامل. الوغ نمشيو نحاول نكملو. دونك هو طلب لينا دونك ابروكسيماسيون، يعني طلب لينا هاش بلا ما دونك خاصني ديمونطري. مزيان، الوغ غنمشيو للمرحله الاولى وهي الافتراض الهيبوتيز. دونك طولنا شويه الكور، دونك ما عرفاش كتصور. وي الهيبوتيز، غنبداو لا بروميير هيبوتيز. هيبوتيز نيميرو 1، شنو كيقولنا هيبوتيز نيميرو 1؟ كيوك ان بي اش راه اكزاكتومون اصغر من 6.5. هذا كيعني ان اش 3 او بلس كان هاملو، و الا هملناه دونك غادي يجيو هنا المعادله ها اش شكون كان هاملو او اش موان. يعني تولي عندنا ان اش 3 او بلس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي اش 3 سي او او موان. سي تري بيان. هذا فيما يخص لا هيبوتيز نيميرو 1. هيبوتيز نيميرو 2 اوتوماتيكمون غادي نفترضوا ان بي اش اصغر بي كا ا ناقص 1. هذا كيعني ان شكون اللي غادي نهملو هنايا؟ ا موان. فين غادي نهملو؟ اش معادله، معادله ا موان هي هادي، ا موان هي هي سي اش 3 سي او موان. دونك غادي نهملوها، دونك غتبقى لي ان سي كتساوي لنا التركيز ديال سي اش 3 سي او او اش. سي تري بيان. دونك يعني ان الى مشينا لا غولاسيون نيميرو 4 شنو كتعطينا؟ كتعطينا كا ا شنو كتساوي لنا؟ اش 3 او بلس. هي دابا نستنتج، نبقى خدام ونستنتج هاد بي اش سامبلومون هادشي ديجا شرحنا. دونك اش 3 او بلس هادي هي غنروبلاسيها باش 3 او بلس صافي. سي اش 3 سي او موان غنروبلاسيها بسي اش 3 او بلس ياك، مقسومة على اش؟ مقسومة على سي اش 3 سي او او اش. هاهي هي سي، هي سي.
سي تخي بيان. يعني شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا اش 3 او بلس او كاري على سي. سي بيان، هاد سي غنضربها هنايا، يعني غتعطينا اش 3 او بلس او كاري كتساوي لنا سي في كا. هادي ندير الغاصين هنايا غتمشي لي او كاري، غندخل ناقص اللوك، لان شنو بغيت انا؟ بغيت بي اش كتساوي ناقص اللوك ديال اش ديال لوغاسين ديال سي كا. مزيان، دونك هادي راه هي هادي، صافي هي هادي يعني. صافي دونك هنا الى شرناها، يعني ان بي اش اش كتساوي لنا ناقص هاد واحد لوغاسين نهبطوه، يعني واحد على جوج لوغ ديال سي، نديرو هكا زائد لوغ لوك ديال كا اف. كا اف دونك هاد الناقص هادي نشروها، يعني تعطينا هنا ناقص وهنا ناقص، يعني تعطينا واحد على جوج. شكون هي هادي؟ هادي ها هي بي كا ا. وشكون هي هادي؟ تبقى ناقص لوك ديال سي. سي تري بيان، حنا استنتجنا بي اش هي هادي. صافي دونك نجي انا المعطيات اللي عندي ونحسب بي اش ديالي. صافي يعني بي اش ديالي شنو كتساوي لنا؟ واحد على جوج. شكون هي بي كا ا؟ هي كا ا. بي كا ا هي 4.8 ناقص لوغ ديال اش ديال جوج في 10 اس ناقص 4. هادي راه ديجا حسبناها السي. سي بيان. الوغ نحسب هادي بكالكول، هادي نلقاها 4.25. الوغ شحال لقيت انا بي اش؟ لقيتها 4.25. غنمشيو لهابي توز نيميرو ان. صحيح صحيح، لان 4.25 قل من 6.5. سي تخي بيان. لهابي توز نيميرو ان بي كا ا ناقص واحد، فين راه بي كا ا؟ ها هي بي كا ا هي 4.8. 4.8 الى نقصنا لها واحد شحال تعطيك؟ غتعطيك 3.8. هنا 3.8 وهنا 4.25. يعني ان هاد بي كا ا ما كبيراش على ناقص، دونك بي كا ا ناقص واحد ما كبيراش على بي اش. دونك هنايا لا هيبيتوز نيميرو 2 يعني خاطئ. الا كان لا هيبيتوز نيميرو 2 خاطئ، يعني بي اش ديالو تساوي لنا هاد القيمه، يعني بي اش هي هاد كيما شفنا التمرين فات، يعني بي اش ديال هاد. دونك انا بحال المهم بهاد لا تكنيك، دونك نحي هادشي اللي كتبت انا. اشنو قلنا؟ قلنا ان الهيبيتيز نيميرو 2 هو اللي خطا، غنمحيو هو جوج حنا حيدناه. دونك لا هيبيتيز نيميرو 2 خطا، دونك نجي انا نكتب له نو هيبوتيز 2 ني بلو فريفي، غير محقق. دونك دونك هادي نخدم انا على هاد المعطيات اللي عندي انا غير هادي، وما عاديش نانولي هادي ما عاديش نانوليها، غنخدم عليها. صافي الوغ نفس لا تكنيك اللي درنا في الحصص اللي فاتين. دونك في الاول الشرح الاول، دونك غنمشي لا غولاسيون نيميرو 2 عندنا سي. دونك سي كتساوي لنا كتساوي لنا سي اش 3 سي او او اش زائد. قلت انا غادي نخدم غير بهاد الهيبيتوز الاول بوحدو. صافي يعني ان اش 3 بلس كيساوي لنا سي اش 3 سي او موان، يعني نروبلاسي هادي باش باش 3 او بلس. دونك هادشي كيتعاود. سي بيان. دونك حنايا روبلاسينا، نمشيو لكا ا. كا ا فين راه كا ا؟ هاهي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش 3 او بلس فوا اش فوا سي هادي، باش نرو بلاصيوها نرو بلاصيوها اش 3 او بلس، يعني اش 3 او بلس او كاري. سي تخي بيان، مقسومه على سي اش 3. ها هي نقدروا نجبدوها من هنا، هي جبدنا هذه اللي هنا، يعني تعطيك سي ناقص اش 3 او بلس. سي تخي بيان. الوغ شنو بغيت انا؟ بغيت اش 3. دونك غادي نشار كذا ونجبد المعادله ديالي. صافي دونك غادي نلقى ان المعادله ديالي نكتبها ديريكتومون لان طولنا، غتعطينا اش 3 او كاري زائد كا ا فوا
H3 O plus moins oui moins KFC C كتساوي لنا زيرو سي بيان نقدر نديرو ابليكاسيون نيميريك من دابا ماشي مشكل فهمتو عندي ندير ابليكاسيون نيميريك ديالي ها هي تعطينا H3 O plus او كاري زائد كا ديجا عارف هي 10 اس ناقص 4.8 فاش 3 او بلس 10 او بلس هي كنقلبوا عليها ناقص هذه 10 اس ناقص 4.8 فوا 2 فوا 10 اس ناقص 4 الوغ دابا غنحسبوا هذه شنو كتساوي لنا زيرو غنحسبوا دلتا ديالنا دلتا اش كتساوي بي او كاري ها هي بي يعني 10 ناقص 4.8 او كاري ناقص 4 في ا واحد وفي سي فاشي واشي ناقص ناقص مع ناقص يعني زائد 4 في جوج في 10 اس ناقص 4 وهذه 4 يعني ناقص 8.8 4 في جوج هي 8 الوغ هذا فيما يخص دلتا ديال دونك شحال كتساوي دونك نحسبوها بكالكول غادي نلقاو انها كتساوي 1.29 في 10 اس ناقص 8 وهذا راه موجب بما ان دلتا موجبه هذا كيعني ان عندها جوج حلول حنا نختارو حل موجب حل لي موجب فهمتي الوغ يعني ان اش 3 او بلس اشنو كتساوي لنا الحل الموجب دونك غنديرو ناقص بي في راه بي دابا ها هي المعادله ديالنا دورنا عليها لا هذه ابليكاسيون ها هي ناقص بي يعني ناقص 10 اس 4.8 زائد دلتا هي غاسين 1.29 في 10 اس ناقص 8 مقسومه على جوج مقسومه على جوج سي بيان دونك غتحسبها بالكالكول غتعطينا 4.88 في 10 اس ناقص 5 الوغ حنا هادي راه هي 4.8 دونك حنا بغينا ناقص اللوغ ديال اش 3 او بلس هي اكزاكتومون ناقص اللوغ ديال هاد النتيجة لقينا 4.88 في 10 اس ناقص 5 دونك غادي نلقاو انها كتساوي اكزاكتومون 3 4.3 دونك غنحسبها تلقى 4.5 صافي الوغ هادشي اللي كاين دونك هادي هي اكزاكتومون بي اش دونك داكشي اللي لقينا 4.3 عفوا 4.3 دونك داكشي اللي لقينا في هاد لا تكنيك في الاول نفسها الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان بالنسبة للأسيد فيبل سي بيان ندير واحد بيتيت رابيل هانتوما شو معايا فاش نحسبو أسيد فيبل دونك هادي تكنيك رابيل كنختار الافتراض الاول والافتراض الثاني صافي الا كان البروف خدم بهاد لا تكنيك عرف ان الافتراض الاول محقق دائما فهاد جوج حالات الاولي يعني الافتراض الاول محقق كيبقى الافتراض الثاني حنا ما كنتحققوش منه حنا كنتحققو منه باستخدام كا على سي الا كانت كا على سي قل من 10 اس ناقص 2 اوتوماتيكمون راه محقق الا كان كا على سي كبر من 10 اس ناقص 2 انه ما محققش حيت ما يكون محققش كيعطينا بي اش هاد النتيجه محقق كيعطينا هاد النتيجه صافي الو وفي حالة ديال كا على سي عطانا كبر من 10 فاننا بي اش كتساوي هاد النتيجة هادي الو نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان الا كانت بي اش قل من 6.5 وهاد الحالة هادي قليلة باش يعطيكم فانه كانت عندنا الهيبوتيز نيميرو 2 صحيحة فانه اكزاكتومون بي اش كتساوي هاد القيمة والا كانوا جوج خاطئين كتساوي لنا هاد القيمة الا كانوا جوج خاطئين يعني حتى هادي راه صحيحة داكشي قلت لك انه هاد التالية راه ما دخلش في بي اش قل من 6.5 يعني راه خطأ وعندك حتى هذه خطأ دونك داكشي علاش عطاتنا هذه وهذه كتعطينا المعادلة هذه دونك نحاول ثاني نجمع جوج كوالات متنوعين باش اننا نضبطوا المسائل ديالي هو راه نفس الكور مزيان نفس الحاجة الا جيت الا فهمتي مزيان يبان لك انه نفس الحاجة دونك انت دابا فهمتي مزيان تمشي للكور ديال البروف ديالك وشوف كيفاش خدام دونك يبان لك داكشي بسيط صافي وهادشي اللي بغينا نوصلو له انك انت
حيت تقرا الكور عندنا في الاول وتمشي لافاك ديالك ولا ايفيست ولا كذا، يكون عندك واحد السهوله في الفهم، انك تفهم سي بيان، ولكن باش انك تجي وتفهم كل جو وتمشي تدوز وتجيب سي امبوسيبل. دونك خاصك تقرا في الدار، كون خاصك القرايه في الدار 90%، ما حنا كنعطوك غير ديك الوقت سي سامبلومون. دونك بلاصه انك ما تقلب على المعلومه بوحدك في واحد المده ديال 4 سوايع 5 سوايع، كنعطوك حنا في واحد نص ساعه سي سامبلومون، ماشي شي حاجه اخرى، مساله وقت وصافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال الكور ان شاء الله.